ده المضارع البسيط والمضارع ده المستمر. تبع المضارع. عندنا مضارع بسيط، مضارع مستمر، مضارع تام اللي هو ده، مضارع تام مستمر هناخده برضو في الوحدة دي. ده كده المضارع التام، واحنا واخدينه قبل كده. تكوينه بيتكون من ايه؟ الصبر هاف او هاز. ما السبجكت ده بيتكون من هاف او هاز. لما اجي احفظ تكوين الزمن اروح على على طول على الزمن، وبكون جايب الفاعل ومش عارف ايه، هو بيتكون من هاف هاف او هاز هاز زائد ايه؟ والتصريف الثالث. التصريف الثالث للفعل. وبعدين ارجع بقى اقول هاف بتيجي مع ايه وهاز مع ايه. هاف هاف مع بتيجي مع اي المفرد، قصدي هاف اي مع الجمع، مكتوبين اللي مكتوبين احفظهم. اي وي يو ذي اسم جمع، الجمع يعني، يبقى والهاز مع بداية المفرد هاز مع ايه؟ هي هي وشي شي وإت. ات اسم مفرد. يبقى لما اجي احفظ الزمن كده المضارع التام بتكون من هاف او هاز زائد تصريف تالت. هاف بتيجي مع اي وي يو ذي او اسم جمع، هاز بتيجي مع هي وشي وات واسم مفرد. بس دولت كده لو حفظت دولت يبقى حفظت نص الزمن، وما غلطش في حاجه، وابقى عارف هاف بتيجي مع ايه وهاز مع ايه والتصريف التالت بجيبه ازاي. عند المثال اي هاف فاوند ابن، ادي اي يجي معاها ايه؟ هاف هاف، وبعدين فاوند التصريف التصريف التالت، الثالث وبعدين ابن مع شي قلنا ايه؟ هاز. has studied hard. My uncle and aunt كده باسم جمع، جمعهم ايه؟ هاف have sent me an email. هلاقي مرة studied التصريف التالت انتهى بإي دي، ومرة sent ما انتهاش بإي دي يبقى فعل غير منتظم، مرة found غير منتظم. طيب تاني حاجة negative statement اللي هي الجملة المنفية. have و has بنحط بعديهم كلمة ايه؟ نوت او اكتبها haven't او ايه او هازنت hasn't، وبعديهم برضو بيجي التصريف النون. التالت. يبقى في النافية have not و has not زي التصريف تالت، وانا عارف من قبل كده have بتيجي مع ايه و has مع ايه. يوم لما يجي لي دوت فعل بين قوسين ولاقي كلمة not، يبقى انا عارف ان not دي هتتحط بعد have او has. نيجي بعد كده على الكويستشن، على السؤال. واحنا قلنا عندنا نوعين اتنين من الاسئلة، السؤال بهل اللي هو بيبدأ بفعل مساعد. الفعل المساعد هنا ايه او ايه؟ يبقى هنبدأ بهاف او هاز، وهيجي بعديهم الايه؟ الفاعل الفاعل، وبعدين التصريف التالت. التالت. يبقى هاف او هاز فعل تصريف تالت، يعني have you eaten Chinese food؟ ولما اجي اجاوب هنا هقول yes I have او ايه او no I haven't. yes has she cooked fish yet؟ yes she has، no she hasn't. ده كده بالنسبة لإيه؟ السؤال اللي بيبدأ بفعل مساعد. في عندنا النوع التاني سؤال بيبدأ بأداة ايه او كلمة ايه؟ استفهام. كلمة استفهام. هنبدأ بكلمة الاستفهام، بعدها برضو الفعل المساعد اللي هو ايه او هاف ايه؟ أو هاز هاف او هاز، وبعديها السبجكت، الفاعل، وبعدها التصريف وبعديها التالت. التصريف الثالث. What have you brought؟ What have you brought؟ I have brought my bag. Where has Ali gone؟ He has gone to Paris. عرفنا كده السؤال، وعرفنا تكوينه في الجملة المثبتة، وعرفنا تكوينه في الجملة النهين المنفية. ده كده زمن اسمه زمن مضارع تام. تمام. كده عرفت نص الزمن. النص التاني بقى استخدامه، بيستخدم امتى؟ يعني الفعل اللي جايبه لي بين قوسين ده في الامتحان امتى اخليه في زمن المضارع التام؟ قال لي اول حاجة بيستخدم زمن المضارع التام للتعبير عن ايه؟ عن حدث. الاستخدام هو ده الاستخدام. فين الاستخدام بتاعه؟ يوسج فوق عندك اهيت، والكلام اللي بقوله هو بالعربي. بيستخدم للتعبير عن حدث تم امتى؟ في الماضي. في الماضي. يبقى حدث تم في الماضي. الله، يعني زيه زي الماضي البسيط. تيجي هنا كده، تعال هنا كده تبقى شايف. يعني حدث في الماضي زيه زي الماضي البسيط. أمال إيه الفرق؟
بين الماضي البسيط والمضارع التام؟ ان الماضي البسيط لو ذكر وقت حدوث الفعل يبقى ماضي بسيط، لكن مضارع تام بدون تحديد وقت حدوثه، اي ان الوقت لا يكون من المهم ذكره. يعني عايز اقول انا زرت عمي وخلاص، يبقى في الحالة ديت يعني لما اقول my favorite writer has written a new book، انا كده ما قلتش هو كتب الكتاب امتى، انا قلت هو كتب كتاب جديد، خلاص يبقى استخدم present perfect. لكن لو قلت last week مش هينفع present، مش هينفع مضارع تام، يبقى ماضي بسيط. I have been deaf all my life. واحد deaf ما بيسمعش طول حياته. تاني حاجة بيستخدم المضارع التام عند ذكر عدد ايه؟ مرات الفعل. مرات الفعل او الكم، وذلك في وجود كلمات زي تو وثري وميني وافيو وسيفرال والوت اوف. اشمعنى مع ذكر عدد بستخدم مضارع تام وليس مضارع تام مستمر؟ علشان لما اقول انا شربت تلاتة قهوة يبقى التلاتة شربهم تم التلاتة ولا لسه بشرب في التالت؟ لا التلاتة تم. التلاتة تم، وإلا ما كنتش لو انا لسه بشرب في التالت مش هقول انا شربت تلاتة. واحد بيقول لي انت شربت كم قهوة؟ اقول له انا شربت تلاتة ولسه الفنجال قدامي، خدت منه شفت واحدة، هيقول لي ما لا يبقى انت كذاب، التالت لسه قدامك وما خلصتوش. يبقى لما اذكر عدد معناها ان التلاتة تموا، خلاص الفعل تم، يبقى لازم يكون مضارع تام. I have drunk two cups of coffee. طالما two cups of coffee يبقى لازم يكون مضارع تام. بعد كده بيستخدم المضارع التام للتعبير عن حدث بدأ امتى؟ في الماضي. وما زال مستمر حتى الآن. يبقى الفعل بدأ في الماضي واستمر بس لسه مستمر لغاية دلوقتي. مع كلمة ايه؟ since. لما أقول I have lived in Aswan since 2007، أنا عايش في أسوان منذ سنة 2007، يبقى أنا لسه عايش في أسوان لغاية دلوقتي. وإلا لو كنت نقلت من أسوان والحياة انتهت في أسوان ما كنتش هستخدم مضارع تام، كنت هستخدم ماضي بسيط. أقول أنا عشت في أسوان 5 سنين، يبقى معنى كده إن أنا الخمس سنين خلصوا في الماضي، لكن مضارع تام يبقى لسه عايش في أسوان لغاية دلوقتي. بعد كده بيستخدم المضارع التام للتعبير عن حدث تم امتى؟ في الماضي بس ليه اثر في الحاضر. في الحاضر يعني الجو كان بمطر امبارح والمطره خلصت لكن الشوارع كلها ميه، يبقى ده حدث حصل في الماضي نتيجته اثره هو اللي موجود دلوقتي، بستخدم مضارع تام. اقول my hands are dirty، ايديا دلوقتي متسخه. I have mended my bike، أنا كنت بصلح العجلة، يبقى التصليح خلص لكن نتيجته لسه إيديا متعصر شحم وزيت، يبقى استخدم مضارع تام. لاحظ عند تحديد بقى اللي قلناه في الأول، لما يحدد وقت حدوث الفعل في الماضي يبقى نستخدم في الحالة دي زمن إيه؟ الماضي البسيط. يعني لو قال لي yesterday ما ينفعش إن أنا أستخدم هنا has sent، ما ينفعش أستخدم مضارع تام، هستخدم ماضي بسيط زي ده كده. تامر has sent me an email، تامر أرسل لي إيميل، ما ذكرتش كده إمتى، بس الجملة التانية اللي فيها yesterday علشان كده الفعل روت في زمن إيه؟ الماضي البسيط. زمن الماضي البسيط. طيب هنيجي احنا كده فهمنا بيستخدم امتى، عايزين حاجة كده كلمات بتدل الكلمات الاقيها في الجملة يبقى اخلي الفعل مضارع تام على طول. هنقول الكلمات اللي بتدل على المضارع التام كلمة ايه؟ وايه؟ already. just already. الاتنين ده همت كده بيجم في جملة ايه؟ مثبتة. بيستخدموا في جملة مثبتة، يعني ما يجوش في جملة منفية؟ لا. ما يجوش في سؤال؟ لا. مكانهم بعد have أو has، يجي قبلهم have أو has وبعدهم التصريف النون التالت. ده كده أول كلمتين. نيجي على الكلمتين التانيين اللي هما ايه؟ never و ever. never دي بتاعة النفي،
بحطها بعد have أو has بدلا من not. بدل ما أقول I haven't أقول I have never. أما ever دي بتيجي في الايه؟ بتيجي في ايه؟ في السؤال. بتيجي بعد ايه؟ بعد have أو has. الكلام ده بركز عليه وشوفه عشان لما يجيب لي ايفر بين قوسين احطها قبل هاف وهاز ولا احطها بعد التصريف الثالث ولا احطها بين الاثنين هاف وهاز والتصريف الثالث. بتيجي في السؤال بتتحط بعد ايه؟ هاف. بس مش بعد هاف مباشره، لان ده سؤال يعني هاف هيكون بعدها الفاعل، فهي بقى بتتحط بعد الايه؟ الفاعل. او هاف يو ايفر. بعد كده عندك كلمتين دولت اللي هما ايه؟ يت. يت معناها ايه؟ حتى الآن. حتى الآن. بتستخدم يت ده في حالتين، بتستخدم في جملة منفية، في جملة ايه؟ منفية. منفية باستخدام never ولا باستخدام not؟ باستخدام صحيح. not، لأن ما ينفعش كلمتين دولت يجوا مع بعض، يبقى منفية بنوت. وأيضا بتستخدم يت في الإيه؟ في السؤال. طيب مكانها فين؟ في النهاية، في نهاية الجملة أو السؤال. بعد كده نهوت عايزين نعرف الفرق بين سنس وإيه؟ فور. فور هيقول لنا الفرق هنا بين سنس وفور. ده كده اسمه زمن المضارع التام. عرفنا المضارع التام have او has وتصريف تالي. have مع الجمع و I, we, you, they. has مع المفرد he, she, it. بعد كده دخلنا على في النفي بقول have not و has not. في السؤال هبدأ ب have او has بداية السؤال او كلمة استفهام، يبقى هيجي بعدهم have او has وفاعل وتصريف تالت وكامل. يستخدم اهم حاجه عند الكلمات الداله عليه دي بكون حافظها. ده كده زمن المضارع التام. نيجي بقى للزمن التاني. احنا خدنا المضارع التام قبل كده، بس هو جايبه هنا علشان يعمل لنا مقارنه بين المضارع التام والمضارع التام الايه؟ المستمر. المستمر. لما اجي اشوف المضارع التام المستمر في الجملة المثبتة بيتكون من ايه او ايه؟ have و has. يعني زيه زي المضارع التام، بس بيختلف بان هنا بتيجي ايه؟ بين. وبعدين مستمر يعني الفعل ينتهي بايه؟ اي ان جي. يبقى مضارع تام مستمر have او has زائد been زائد اي ان جي. have او has زائد بين زائد فعل بينتهي بأي ان جي. I have been reading a new book since June. She has been traveling for a week. They have been reading or they has been traveling. في النفي زيه زي المضارع التام، هحط not بعد ايه؟ بعد have او has او ان ابوستروف تي او اقول haven't او ايه؟ hasn't. يبقى برضو هنبدا بفاعل بعدين haven't او hasn't وبعدين كلمه ايه؟ been. وبعدين الفعل ينتهي بايه؟ ing. يبقى في النافية haven't أو hasn't زائد been زائد I energy. I haven't been working. Hasn't been cleaning. ده كده في النافية. نيجي بقى فاضل عندنا الايه؟ السؤال. احنا قلنا عندنا كم نوع من الأسئلة؟ عندنا سؤال بعد استفهام وسؤال يعني اتنين. سؤال yes no اسمه yes no question اللي بيبدأ بالفعل المساعد، يبقى هنبدأ بإيه؟ الفعل have أو has. وهيجي بعدهم الفاعل وهيجي بعدهم إيه؟ وبعدين الإيه؟ أي أي إن جي، فعل أو إن جي. وده اللي بجاوب عليه بيس أو إيه؟ نو. أو نو.
yes معها have, no معها haven't. النوع الثاني من السؤال اللي هو بيبدأ بكلمة استفهام. هنبدأ بكلمة استفهام. هيجي بعدها برضو الفعل المساعد ايه؟ have أو has. وبعد كده الفاعل علشان ده سؤال، وبعدين ايه؟ been، وبعدين الايه؟ the ing. ادي كلمة الاستفهام how long، وادي has، وادي فاعل he been reading this book. عرفنا كده في السؤال بنوعيه بنسأل ازاي. طيب نيجي بقى على استخدام المضارع التام المستمر، ونركز كده علشان الفرق بينه، عشان لما تيجي جملة فيها فور وسنس، ما هي فور وسنس جت مع المضارع التام وهتيجي مع المضارع التام المستمر، فعايز اركز واشوف امتى الاقي فور واخلي الفعل مضارع تام، وامتى اخليه مضارع تام مستمر. مضارع التام المستمر بيستخدم للتحدث عن ايه؟ شيء ما بدأ في الزمن الماضي، بدأ مستمر في حتى الوقت الحالي، وما زال مستمر حتى الوقت الحالي. يبقى الفعل بدأ في الماضي واستمر مدة طويلة في الماضي، وما زال مستمر لغاية اللحظة اللي أنا بتكلم فيها، يبقى ده مضارع تام مستمر. لما أقول نورا has been dreaming، هي طول عمرها بتحلم of going into space all her life، هي عمالة تحلم طول حياتها اللي فاتت وهي لسه ما طلعتش للفضاء، يبقى لسه بتحلم لغاية دلوقتي، يبقى قلنا has been dreaming. I have been waiting for the bus for a long time now. ده كده المثال، يبقى فعل بدأ في الماضي وما زال مستمر لغاية الوقت الحالي. تاني حاجة تحدث عن ايه؟ أحدث بدأ في الماضي ولها أثر في الوقت الحاضر، زيه زي المضارع التام نفس الكلام. It has been raining all day، بس في هنا ايه؟ all day. all day ديت ما كانتش في الكلمات بتاعت المضارع التام. So the garden is very wet. جاب لي هنا جملة تانية هي is very wet. نيجي بقى على الكلمات اللي بتستخدم مع المضارع التام المستمر. عندي زي هنا الخاصة بالمضارع التام المستمر كلمة ايه؟ all. وايه؟ this. this لما اقول this week this month this year، دولت الاتنين كده خاصين بالمضارع التام المستمر لانهم مجوش مع الكلمات بتاعت المضارع التام بس، مش كده؟ نيجي بقى على الاتنين دولت جم مع المضارع التام وجم مع المضارع التام الايه؟ المستمر. فاركز بقى اشوف امتى الاقي واحدة منهم واخلي الفعل مضارع تام، وامتى اخليه مضارع تام مستمر. ده هي فور لو لقيت معاها في الاخر نهوت كلمة ايه ديت؟ ناو. لو لقيت كلمة ايه؟ ناو، يعني فور ومعاها a long time او very long او the last او the past ومعاها كلمة ايه في الاخر؟ ناو. او لقيت سنس ومع بعدها تاريخ او حاجة من دولت، وفي الاخر فيه جملة تانية مع يت او مع ايه؟ ستيل. يبقى لو لقيت فور وسنس دولت الاتنين بس في اخر الجملة نهوت فور وسنس دولت، في اخر الجملة لقيت كلمة يت او لقيت كلمة ستيل او لقيت كلمة ناو، يبقى على طول فور وسنس هيجي معهم مضارع تام ايه؟ مستمر. لكن لقيت فور او سنس بس وما فيش واحدة من دولت في الاخر، مضارع تام بس، يبقى مضارع تام بس. عرفنا كده نفرق بين المضارع التام والتام المستمر. لقيت اول خلاص دي تبقى مضارع تام مستمر، مش موجودة كده، كاش في المضارع التام هي وذيس.
طيب الكلمات بقى اللي هناك بتاعت المضارع التام بس اللي احنا قلناها هنا، فين لدي ديت قلنا منهم فور بس وايه وسينس. هتقول لي بقى جاست تيجي مع التام ولا التام المستمر؟ هي جاية مع ايه بس؟ التام مع التام المستمر، بس. التام بس، already تام بس، never تام بس، ever even تام بس، yet، كله دولت بيجوا تام. مع المضارع التام بس. قلنا دولت كده مضارع تام بس، بيقابلهم هناك كلمة all وكلمة this this مضارع تام مستمر بس. since so far مع الاتنين. دولت الاتنين اللي بيستخدموا مع الاتنين، لو لقيتهم اركز كده وما تسرعش اشوف، لقيت في الاخر معاهم كلمة now اللي احنا كنا كاتبينها هنا دي، now وايه او yet يت او still، يبقى مضارع تام مستمر. لقيت بس فور وسنس بس يبقى مضارع تام بس. بس ده كده زمن ايه المضارع التام تام والمضارع التام المضارع المستمر. التام المستمر. الأسئلة بعد كده بقى اللي عليه نمبر وان، have you ever، على طول اقلب كده هتلاقي بعديهم قبل الماضي التام هتلاقي الأسئلة عندك. Have you ever صفحة كام دي؟ صفحة 209. بدأ بيقول have you ever، have you ever، في بدأ مضارع التام بس. لا هو هنا هو قبل ما هنا يجي هتبقى infinitive فتبقى use. طيب هو المضارع التام بيتكون من ايه؟ من ده من ال من have و has، وبعدين التصريف التالت. طبعا جاب التصريف التالت من use. التصريف التالت بتاعها ايه بقى؟ يبقى used. used. امال ايه use اللي انت قلتها؟ نيجي على نمبر 2، what have you been، have و been. هو بسهل لي خالص، يعني هو جاب have و been، have او has been وتصريف تالت ولا ing؟ been يبقى مع التصريف ال ing، been يبقى مع ing، يبقى تبقى dream. تبقى dreaming. اوكي سانكس. what's your name، اسمك ايش؟ ملك. ملك في سنة كام؟ تالتة. طب انت تالتة تاخدي كونكت و تاخد اي بي سي اللي هتطلعوا دكاترة. طارق شوقي طلعكم دكاترة على طول، تاخدوا منهج اصعب من بتاعكم ده. سبحان الله. منهج تالتة ابتدائي ده اصعب من المنهج اللي انتوا بتاخدوه ده. تالتة بتاعت سنة ما كانش فيها غير اي بي سي. هو بيحضر حاجات غريبة يا عم. هو جايب لي have مع been، يبقى على طول هي اسمها have او has been و ing، يبقى دريم دي هنضيف لها ايه يعني ing. لغاية كده تافه الحل. هو جايب لي ever و have يبقى انا جبت تصريف تالت. جايب لي have مع been يبقى ing، يعني اللي نص هبل كده يعرف have been ده been يبقى ing. ما جابليش لسه الفعل بحاله، بيختبرك هتخليه في زمن ايه. نيجي بقى على اللي بعديها دي اي دي هتبقى هاف. طيب نقرا كده اي بي تو ذيس ريستورانت بيفور، از ات جود؟ يس ات از. هتبقى هاف ونجيب التصريف التالت برضه. التصريف التالت. طيب هتبقى ايه؟ كتبنا هاف بعد هاف هنجيب ايه التصريف التالت بتاع بي؟ ايه هو؟ بي اسمه بين. بين نركز كده، احنا مش خدنا الباسف قبل كده، خدنا المضارع التام كنا بقول هاف او هاز بين التصريف التالت. طيب لما اجي بقى اقول لي اي هاف بين تو ذيس ريستورانت بيفور، از ات جود؟ قال له يس ات از. صح كده ولا في حاجة لسه عايز نعملها؟ ايه هو بيقول له هو كويس المطعم ده؟ يبقى قال له انا روحت المطعم ده قبل كده ولا انا عمري ما روحت المطعم ده قبل كده؟
ever or never. ever or never. هو بقول له انا عمري ما رحت المطعم ده قبل كده. يبقى مثبتة ولا منفية؟ منفية. منفية. يبقى هقول I have haven't. I have not. أو I haven't been to this restaurant before. ولا خلانا عرفنا ان هو منفي لانه بقول له is it good؟ هو كويس؟ يبقى قال له انا رحته قبل كده. وانا لو رحت مكان هسأل واحد اقول له هو كويس ولا لا؟ لا. ولا بقول انا ما روحتش المكان ده قبل كده هو كويس ولا لا؟ طيب نمبر فور. احمد عند هندفع هندفع هاز احمد ريدنت حتى هاف هاز ريدنت طيب الكرسي ماله والبلاط هو البلاط بيعمل حاجة ولا ايه؟ لا ممكن يكون بيزحلق على البلاط خليها على السجادة احمد الاول احنا قلنا قبل كده بكتب واحده واحده كده والشكل كده ان احنا مش حافظين الافعال الغير منتظمه انا قلت قبل كده مش هيجيب فعل منتظم يعني نسبه ان هو يجيب فعل منتظم دي هتبقى 30% فانا بروح كاتب احمد هيجي معاها ايه هاس وافكر بقى في ريد ديت التصريف الثالث بتاع ريد ايه التصريف الثالث بتاع ريد هما التلاتة زي بعضه ريدنج وانا بضيف اي ان جي ولا انت بتقول ريدد التصريف الثالث بتاع ريد برضه ريد التلاتة زي بعضه نيجي على نمبر 5 هبة do her homework for يبقى بتحط خط كده تحت for 2 hours she hasn't finished yet for ومعها ايه yet يبقى ده مضارع تام مستمر يبقى ارجع بقى هنا بيتكون من ايه المضارع التام المستمر برضو من have or has اروح كاتب كده واحدة واحدة هبة هيجي معاها has has زائد ايه بين يبقى هاز بين ودو بقى ديت هاخدها واضيف لها ايه بعد ايه دوينج يبقى هاز بين دوينج بعد كده يونس ريد ا نيو ستوري فور ان اور هي از ستيل في فور وايه ستيل هاز ريد هاز ريد مضارع تام مستمر الاول افكر كده فور مع ستيل يبقى زمن ايه التام مضارع تام مستمر المستمر بيتكون من ايه برضه من هاف او بعدي بين ومعدها الاي ان جي يبقى واحده واحده وانا بكتب يونس انا قلت هاف او هاز زائد بين زائد اي ان جي اشوف يونس دي هيجي معاها ايه هيجي معاها وبعدها اروح كاتب ايه بين وبعدها اروح على الفعل بقى ريد نزل زمان تبقى زمانية برضه هو تم مستمر لا هتبقى اي ان جي زائد بين زائد ايه هتبقى ريدنج مش ده هاف وهاز زائد بين زائد اي ان جي بعد كده نمبر 7 Have you been waiting for the bus for a long time? برضو من الأسئلة التافهة. عندي هو أساسا في هنا have وفي الفعل انتهى بإيه؟ انتهى بـ الـ الفعل اللي بعد بـ انتهى بالـ ING يبقى have هنا والـ ING هنا يبقى بـ دي المفروض تبقى إيه؟ بـ تبقى بـ تبقى بـ هايسام has an app already has بس مفيش هنا لا for و now ولا for ولا all ولا اي حاجة
هاز يبقى هيجي بعدها اي انرجي ولا تصريف تالت؟ التصريف التالت. او التصريف التالت بتاع كرييت. كرييت هتلاقي هي اخرها ايه يبقى هضيف لها ايه؟ دي. بعد كده I have already come. Have وبعدها already. هي already بيجي معها تام ولا تام مستمر؟ تام. وجاب منه have يبقى ناقص ايه؟ بي. لا ده التام بس. التصريف التالت. يبقى عاوز كام ديت تكون ايه؟ تصريف تالت. تبقى تصريف تالت. كم؟ دي بس. انتوا طبعا لا ده فعل غير منتظم كله دي وانتهى بايه يضيفوا دي واحنا قلنا ده انا قلت ده كلها افعال غير منتظم التصريف الثالث بتاع كيم ايه مش كم مش الفعل ده وهنشوفه دلوقتي اسمه كم كيم كم نذاكر شويه في كل يونت هتلاقي الريجولار فيربس في كل ليسون في جدول كده اسمه الافعال الغير منتظمه لما يجي يجيب هيجيبه غير منتظم لكن من الكتاب اللي موجودين في الدروس عندنا مش هيجيب فعل غير منتظم وما يكونش عدى عليك عندنا بناخد افعال منتظمه وافعال غير منتظمه الافعال المنتظمه مش هيجيب منها لانها سهله هيجيب من الغير منتظم والغير منتظم اللي موجودة برضو في الوحدات يعني مجيبش حاجة من بره يعني مش هطلع اقول ده جاب فعل غير منتظم انا صعب ما هو غير منتظم وموجود في الكتاب ما حفظتوش ليه بعد كده ندى has when already الأول في حاجتين لما نفكر كده طالما جاب كلمتين داخل الأقواس أول حاجة الأول أفكر فيها طالما كلمتين وبالذات already و just والكلمات دي علشان أنا كنت بقول مكانها فين هشوف هي مكانها كده صح ولا لا already بتبقى بعد كده مكانها صح كده مكانها صح بتبقى بعد التصريف التالت لا بتبقى بعد هاز يبقى هي كده مكتوبه غلط. كمان خلاها بنجيب اوريدي بعدها يبقى اول خطا ان اوريدي هتيجي الاول افكر في تاني حاجه وين تبقى هي وين دي تصريف تالت لا يبقى عايزينها تصريف تالت تصريف تالت وين اسمها وون وين وون بعد كده Mrs. Mona has been بعدها I have been قبل have وقبل been وساب لي حتة واحدة عملها اللي هي ايه الدوة تبقى doing I energy You look tired. What had you been doing? الهدف. They have been studied. مش هلا بشيل ال اي دي والاي برجعها تاني واي وبعدين اضيف الاي انرجي ده كده لما يجيب الكلام ده المضارع التام والمضارع التام المستمر هنا ده كده كانت سهلة حاجة بسيطة كده سهلة نيجي بقى الحاجة التانية القاعدة بقى اللي موجودة هنا اللي عاوزة تركيز الزمن بقى التالت هنا اسمه زمن ايه اسمه زمن الماضي التام اسمه ايه الماضي التام
هتلاقي اسمه past perfect tense، يعني زمن الماضي الايه تام، اسمه زمن ماضي تام. اول حاجة لما نيجي نشوف التكوين بتاعه، تكوين برضو في الجملة الخبرية المثبتة، وبعدين في النفي، وبعدين في السؤال بفعل مساعد، والسؤال بكلمة استفهام. الجملة الخبرية هو بيتكون من ايه الماضي التام؟ من كلمة ايه زائد ايه. احنا زمان قلنا اي فعل تام لازم يكون تصريف ايه، وبيكون مع فيرب تو هاف. فيرب تو هاف بقى في الماضي هيبقى هاد، لكن اللي فات كان مضارع، كان هاف او هاز تصريف تالي. ده ماضي بقى، يعني الماضي بتاع هاف وهاز هاد. هي هاد دان هيز هوم وورك بيفور هي واتش تي في. ماشي، احنا نعرف بس تكوينه دلوقتي في الجملة المثبتة، هاد وتصريف تالت. نيجي في النفي، هاد ديت هتبقى ايه؟ هتبقى هادنت. I hadn't watched TV before I finished my homework. تعال على yes no question. لما نسأل سؤال بادئ بالفعل المساعد، يعني هنبدأ بهاد وبعدها الفاعل وبعدين ايه؟ تصريف التالت. يعني had you finished، ادي had you finished everything by five. لما اسأل سؤال بكلمة الاستفهام هنبدأ بايه؟ كلمة الاستفهام. هيجي بعدها كلمة ايه؟ had، وبعدين الفاعل، وبعدين التصريف التالت. يعني هقول what had they bought، ادي had وادي الفاعل وادي التصريف التالت بورد، وبعدين بيفور ترافلينج وباقي الجملة وباقي السؤال. ده كده تكوين الماضي التام في الإثبات وفي النفي وفي السؤال بفعل مساعد وبكلمة استفهام. نيجي بقى نهوت على الاستخدام، استخدام الماضي التام كله قواعد، كلمات ليها قاعدة بتتحفظ، القاعدة بتاعت الكلمة دي. الأول كده نعرف إن أي فعلين حدثوا في الماضي، أي فعلين حدثوا إمتى؟ في الماضي. بيبقى في واحد حدث الأول، وبعدين واحد حدث إيه؟ تاني. يعني امبارح أنت بعد ما فطرت اتفرجت على الفيلم أو ذاكرت، يبقى إيه اللي حصل الأول؟ فطرت على فطرت. يبقى فطرت ده هو اللي تم الاول، يبقى ماضي تام، واللي بقى اللي انت عملته بعد كده ماضي بسيط. امبارح بعد ما خلصت مذاكره خرجت، يبقى الفعل الحدث الاول المذاكره، يبقى لازم يكون ماضي تام. اي فعل تاني بقى، خرجت اتفرجت عملت، ده كله يبقى ماضي بسيط. يبقى الحدث الاول على طول لازم يبقى زمنه ايه؟ ماضي بقى. والحدث الثاني يكون زمنه ايه؟ ماضي بسيط. لما اقول الاول، مش الاول من ناحية ترتيب الجملة، الاول اللي حصل الاول بالنسبة للزمن، ممكن يكون الترتيب الثاني في الجملة اهو، لكن هو من ناحية الحدوث هو الحدث الاول مع قاعدة افتر. نيجي بقى عرفنا كده اي فعلا حدث في الماضي، الحدث الاول هيبقى ماضي. تعال بقى أول قاعدة موجودة عندنا اللي هي قاعدة إيه؟ أفطر. أفطر بتساوي إيه؟ إيشن أز سون أز. سون أز أفطر هو أز سون أز. بيجي بعدها زمن إيه؟ الماضي التاني. يعني الحدث الأول ولا التاني؟ الأول. وبعدين زمن ايه؟ الماضي بسيط اللي هو الحدث الثاني. ده قاعدة افطر، لقيت افطر والفعل اللي قبلها او الفعل اللي بعدها اللي موجود بين قوسين، انت هتصححه على طول، تروح مخلف زمن ايه؟ الماضي بسيط. بيتكون من ايه بقى الماضي التام ده اللي قلناها؟ هاد زائد ايه؟ التصريف التالت. ده كده زمن الماضي التام. طيب
لو جات after او as soon as في النص برضو بعديهم ايه المضارع. هما جات في الاول بعدها ماضي تام، جات في النص برضو بعدها ماضي تام. في الحالة دي لو جات في النص يبقى اللي قبلها بقى هو اللي زمن ايه الماضي البسيط. يبقى احفظها كده، after جات في النص يبقى اللي قبلها ماضي بسيط واللي بعدها ماضي تام. after جات في الاول يبقى اللي بعدها اخليه ماضي تام، والتاني اللي في اخر الجملة اخليه ماضي بسيط. هي صعبة دي ان انا احفظها كده وابقى عارف انا عايز ده، عايز اخليه ماضي تام يعني ايه، يعني هاد وتصريف تالت. اكون حافظ الافعال الغير منتظمة، هاد ما انا حافظها اكتبها، محدش بيغلط في هاد لان هي هاد هيجيب ايه يعني هيجيب ديد. لكن بنغلط بقى في التصريف التالت، يبقى احفظ الافعال الغير منتظمه. ده قاعده افتر وايه واسون اس. بعد كده ادي المثال، افتر جت في الاول جه بعدها زمن ايه افتر هي هاد باركت هيز كار he went اهي ماضي بسيط to work. طيب as soon as جت في النص يبقى اللي قبلها هي had breakfast ماضي بسيط، واللي بعدها هي had washed his face ماضي تام. حفظنا كده قاعدة after واللي بتساويها as soon as. ننزل على قاعدة تانية اسمها قاعدة before وبتساوي by the time وبتساوي ايه when. before معناها ايه؟ before معناها قبل، لكن after كان معناها ايه؟ بعد. يبقوا الاتنين عكس بعض، يبقوا عكس بعض في القاعدة. after كان بيجي بعدها ماضي تام، لا هيبقى before هيجي بعدها ايه عكسها. والفعل الثاني مع after كان بيبقى ماضي بسيط، لا هنا هيبقى ايه ماضي تام. ده الحدث الثاني اللي بيجي بعد before بيكون ماضي بسيط، ده الحدث الاول. طيب جات before او by the time او when في النص برضو بعدها زمن ايه ماضي بسيط. في الحالة دي اللي قبلها يكون ايه الماضي التام. ده كده قاعدة before. before he arrived ادي before بدأنا بيها، جاب he arrived ماضي بسيط. his uncle had left ادي ماضي تام تمنصور. طيب تعال انا اهوت النقطة اللي بعد كده دي ايه مكتوبة عندك ايه اللي مش باينة هنا دي. لاحظ ايه هذا موجود فاعل، وجود فاعل بعد before أو after. يعني احنا هنا قلنا before جي بعدها ايه هي، وهنا قلنا by the time جي بعدها ايه هي، وهنا when كذا. لو لقينا بقى after أو before ما جاش بعدهم فاعل، ما جاش بقى لا هي ولا شي ولا أي اسم، في الحالة دي بنعامل after و before على انهم حرف جر، وحروف الجر بيجي بعدها فعل بينتهي بايه يبقى after او before لو ما جاش بعدهم فاعل على طول الفعل اللي بعدهم لازم ينتهي بايه، ما فيش بقى هنا لا بسيط ولا تام ولا حاجة. ادي after ما جاش بعدها فاعل، ما جاش بقى هي after جي الفعل على طول، علشان كده الفعل انتهى بايه by ing. after parking his car he went to work. طيب before برضو ما جاش فاعل، جي فعل ينتهي بايه before watching tv he had studied his lessons. اللي بيتغير الفعل بس اللي بعد after او before بيبقى ing، لكن الفعل التاني هنا حصل فيه تغيير؟ لا
هي after كان بيجي بعدها ماضي تام خلنا I energy، التاني ماضي بسيط زي ما هو. before كان بيجي بعدها ماضي بسيط خلاص، هنا فيش فاعل ينضاف له ايه I energy او ينتهي ب I energy، والفعل التاني هيفضل ماضي تام زي ما هو. كده قاعدتين after واختها as soon as وبيفور واخواتها الاثنين by the time we win. نيجي بقى على القاعدة التالتة، قاعدة ايه او ايه اسمها until وتل. الاول يجي قبلها ايه؟ غالبا منفي. طب احنا عرفنا الماضي البسيط افعال بضيف لها اي دي او افعال غير منتظمه بنحفظها. طيب النفي بقى في افعال بيبقى نفيها باستخدام ايه؟ ديدنت، وبيجي معاها مصدر. وفي افعال بيبقى نفيها وزنت، وهي كده كده بيجي بعدها تصريف ثالث او اي ان جي، يعني ماضي بسيط مجهول مبني للمجهول. او ويرنت وبيجي بعدها تصريف ثالث او ايه صفة. ويرنت صفة يبقى ده مبني للمعلوم، لكن ويرنت وتصريف ثالث يبقى مبني للمجهول. ديت قاعدة انتل وايه وتل. he didn't watch ماضي بسيط منفي تي في، وبعدين جاب لنا كلمة ايه until he، وبعدها جه زمن ايه have done اللي هو ايه ماضي تام his homework. the car wasn't sold، ادي wasn't sold ده ماضي بسيط مبني للمجهول. till جي بعدها had repaired ماضي تام. Sarah wasn't happy، ماشي ده wasn't هي happy until her mother had come. دي كده قاعدة until وانتل. يبقى خدنا كده كام قاعدة؟ after و as soon as، before وwhen و by the time. بعدها دخلنا على after و before بدون فاعل، يجي فعل بينتهي بهاي انرجي. تالت حاجة دخلنا على till و until. till و until معناها حتى. لما اقول هو لم يترك البيت حتى جه ابوه، يبقى ان هون اللي حدث الاول كده، تركوا للبيت ولا ما جه ابوه؟ حدث الأول اللي هو جه أبوه. جه أبوه هي اللي جت بعد حتى، قلنا حتى جاء أبيه، يبقى دي حتى دي هي اللي بيجي بعدها الحدث الأول وقبلها الحدث الثاني، بس بيكون منفي لأنه ما بيكونش حصل لغاية ما ده يحصل. بعد كده عندنا قاعدة إيه؟ because. هتقول هي because دي هي إيه اللي جابها هنا مع الماضي التام والكلام؟ هنقول احنا كنا بناخد ان because ده هيت معناها ايه؟ لان بيجي بعدها ايه؟ السبب وقبلها النتيجة. ممكن تيجي هي في الاول، لو جت في الاول كده because يبقى برضو بعدها سبب، والنتيجة هتكون فين؟ في الاخر. هي جت في النص يبقى بعدها السبب وقبلها النتيجة. هو ايه اللي بيحدث الاول، السبب ولا النتيجة؟ اللي بيحدث النتيجة. ما شاء الله. لا السبب هو اللي بيحصل أكاد. يعني أنت نتيجتك بتطلع قبل ما تمتحن؟ لا. والنتيجة دي السبب ده اللي هو الامتحان يعني. اللي تسبب في حدوث الشيء. هو راح المستشفى، ليه؟ بيروح يتفسح في المستشفى؟ لا، لأنه كان مريض، يبقى لأن المرض ده هو اللي حدث الأول وشعر به وتعب وبعدين راح المستشفى، ده الحدث الثاني. فاحنا السبب هو اللي بيكون حدث الاول فلازم يكون ماضي تام. النتيجه هي اللي بتحدث تاني، هي الحدث التاني لانها النتيجه، يبقى تكون ماضي بسيط. علي was tired، علي كان تعبان.
ليه تعبان؟ Because he had worked hard. كان شغال بجد. نادية succeeded. نادية نجحت. As. وas بتساوي ايه؟ Because. She had studied hard. تعبانة لأنها ذكرت بجد. ماشي كده عرفنا قاعدة because. طيب من غير ما نقول في قاعدة تانية اللي هي ايه؟ So. ما سو دي تعتبر عكس ايه؟ عكس بيكو. مش سو دي خدناها زمان معناها لذلك كان بيجي بعدها النتيجة. ديت بقى سو عكس بيكو. بيكوز كان بيجي قبلها النتيجة ماضي تام. لا ديت بيجي قبلها السبب. سوري بيكوز كان بيجي قبلها النتيجة ماضي بسيط. لكن ديت بيجي قبلها السبب ماضي ايه؟ ماضي تام. وبيجي بعدها النتيجة اللي هي ماضي ايه؟ بسيط. طيب ده كده اللي هي ادوات الربط اللي بنستخدم معاها ماضي بسيط وماضي ايه؟ تام. اللي بتيجي لربط فعلين حدث في الماضي. واحد حدث وواحد حدث بعديه. اللي حدث الاول بيبقى ماضي تام واللي حدث بعديه ماضي بسيط. وحفظنا القواعد دي. نيجي بقى في عندنا حاجة اسمها ايه؟ باي. وايه؟ بيفور. هتقول ما احنا خدنا بيفور هناك وكان كمان معاها وين ومعاها باي ده. طيب هنقول بيفور التانية لما كان جاي معاها فعليا. لكن باي وبيفور هنا لما يجي معاهم ايه؟ وقت ايه؟ محدد في الماضي. لما يجي معاهم بقى وقت محدد في الماضي. يبقى بيكون معاهم فعل واحد. والفعل الواحد ده بيكون في زمن ايه؟ الماضي التام. لان باي لما اقول باي لاست فرايدي لما اقول قبل الجمعة الماضية كنت ذاكرت الوحدة العشرة. يبقى معنى كده المذاكرة كانت تمت قبل يوم الجمعة ده ولا كانت مستمرة يوم الجمعة ده؟ تمت يوم الجمعة. وطالما تمت تبقى زمن ايه؟ ماضي تام. باي بقى يقول لي باي لاست فرايداي. يقول لي باي لاست ويك. يقول باي 2015 قبل سنة 2015. باي لاست جانيوري قبل يناير اللي فات. المهم كلمة باي او بيفور وبعدها وقت محدد في الايه؟ في المستقبل ولا في الماضي؟ الماضي. يبقى معاها فعل واحد بكون ماضي تام. فهمنا كده دولت؟ دولت بيتحفظوا. انا افهمهم واحفظهم. الاقي بيفور ده هي تبقى انا حافظ على طول بيجي بعدها ايه. نيجي نشوف الجمل دي كده. نمبر 1 how many people wait. How many people walked on the moon by the end of the. بروح حاطط اقرب جملة كده واروح حاطط خط تحت كلمة ايه؟ مفتاح الحل. ايه؟ باي. باي. وجي بعدها وقت محدد في الماضي. اخر نقطة قلناها بيجي معها الفعل في زمن ايه؟ الماضي التام. يبقى الفعل ده عايزين نخليه ايه؟ ماضي تام. هيبقى ايه؟ وولك قبلها اسمه ده بيتكون من ايه الماضي التام؟ هاف هاف وبعدين هاف ماضي التام. لا هاد. هاد وهاز. هاد وهاز. هاد يا عم انت بس عم فاخر القديمه بس القديمه. هاد زائد ايه؟ تصريف. بعدها التصريف التالت. ما هو تصريف تالت يبقى ناقص ايه اللي قبلها؟ ناقص ايه؟ هاد بس. نحل كده من 2 لغايه 5 كده. فاكر؟ ما الاسئله اللي بعد اللي كنا فيها على طول.
exercise on language. بعد القاعدة على طول احنا في lesson 1 و 2 ما كناش بنعرف بعيد. انت جبت مش ده القاعدة؟ فين الماضي التام؟ فين اخر حاجة قلناها اللي هي باي و بيكوز و سو؟ مش هي اللي تحت عندك دي؟ حلو كده من نمبر 2 لغاية 5. لا رقم اتنين ده هتبقى ريفيز ده عايزها. لا حلو اكتبهم كده بعدين اشوف انت فكرت ازاي وحليته ازاي.